البرنامج اللي انا بفكر فيه ان احنا هيبقى عندنا زيارات من المدارس المصرية. يعني انا النهاردة لما اروح واجيب مدرسة بحال في اتوبيسين ثلاثة ويجي يزوروا المدينة وبعدين واحد زي حالاتي ولا واحد زي الدكتور غنيم ولا واحد زي الدكتور عكاشة ولا ويطلع يكلمهم يقول لهم ما قيمة العلم وهو لسه عنده 12 13 14 سنة. يبقى في الوقت ده مش لازم كله هيفكر انه لازم يروح الاعلام عشان يبقى يعني مشهور زي الاستاذ مجدي. الانضباط مهم جدا في الحياة. اللي عملته نوبل بالنسبة لي انا ما اقدرش اضيع وقتي في الوقت. ولما احس ان الوقت بيهدر ولو ساعة ما اعملهاش. يبقى ده معناه ان كل حاجة لازم يكون لها وقتها ومنضبطة لان عندي حاجات كتيرة جدا نفسي اعملها في حياتي يعني. عندي حماس غريب جدا وعايز اعمل كده وهو ده اللي عاش معايا لحد دلوقتي وهيعيش معايا لحد ما اموت. الحماس لو خدت مشروع مش هسيبه الا اذا كان يكتمل وانه بالحماس اللي هو عنده. انا مقتنع اقتناع كامل ان مصر قادره على عمل النقله الحضاريه في العصر الحديث. بس أنا كمان مقتنع وقلتها للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء إن أنا مقتنع 100% إن مش هتحصل نقلة مصر إلا إذا ارتفع شأن العلم والتكنولوجيا في مصر.